إذن لمناسبة الذكرى 17 لتأسيس هيئة علماء المسلمين في العراق، معنا هاتفيا مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق دكتور ثامر العلواني. مرحبا بكم. إذن دكتور ثامر، 17 عاما على تأسيس هيئة علماء المسلمين في العراق، واجهت الهيئة في هذه السنوات حملة بل حملات من التحريض والتشويه. إلى أي مدى تعتقد دكتور ثامر أن حملة التحريض السياسي والإعلامي للهيئة على الغزو الأمريكي ومشروع السياسي الطائفي قد حققت أهدافها على المستوى الشعبي وخلقت وعيا وطنيا متزايدا بمخاطر هذا المشروع الطائفي للاحتلال؟ حياكم الله أخي الكريم. وحياك. أولا، الواقع أفرز مواقف واضحة من الشعب العراقي الذي وصل إلى قناعة تامة بأن الاحتلال وعمليته السياسية فاشلة ولن تأتي بخير للعراق، وأن كل مآسي شعب العراق بسبب العملية السياسية التي بناها الاحتلال على الطائفية والعرقية. الهيئة منذ تأسيسها كانت ضد الاحتلال الأمريكي للعراق، وقاومته بكل الوسائل والطرق المشروعة، سواء على مستوى دعم المقاومة العراقية والوقوف بالمحافل الدولية للتنديد بالاحتلال ومشروعه التدميري للعراق. الهيئة وقفت ضد العملية السياسية للاحتلالين الأمريكي والإيراني، وقدمت دماء زكية من شهدائها الثابتين على موقفهم ومبادئهم ضد الاحتلال وضد الأحزاب التي جاءت مع الاحتلال لتحكم العراق وفق التوجهات الأمريكية والإرادات الإيرانية. وكان خطاب الهيئة واضح بأن كل مخرجات الاحتلال هي مكائد الشعب العراقي، لا يمكن أن يجني العراقيون منها إلا المآسي والويلات. بسبب هذا الموقف وبسبب وعي الهيئة الكامل بكل مخططات الاحتلال الأمريكي والإيراني التي أثبت الواقع صحة كلام الهيئة على مدار السنوات الماضية، وبسبب تحذيرات ووقوفها مع المقاومة العراقية ضد المحتل ووقوفها ضد العملية السياسية، أحزاب السلطة التي تأسست ومن مشروع احتلال أمريكي إيراني حاربوا الهيئة بكل بشاعة وبكل إجرام، فمارسوا القتل، مارسوا الاعتقال بحق أعضاء الهيئة منذ الاحتلال وإلى يومنا هذا يتعرض أعضاء الهيئة إلى الاعتقال والقتل. لكن ثمرت موقف هيئة علماء المسلمين وثباتها رغم التحديات والصعوبات التي واجهتها أنها ترى أن الشعب العراقي يخرج بحشود مليونية يطالب بنفس المطالب التي طالبت بها الهيئة ونادت فيها على مدار السنين الماضية. استطاعت الهيئة، أنا أقول استطاعت الهيئة، تثبت بتثقيفها للشباب وبجهودها الإعلامية وفضحها العملية السياسية ومن يوافقها في نفس هذه التوجهات أن تثير الرأي الشعبي ضد الأحزاب السياسية وحكوماتهم السيئة. لذلك نرى اليوم الشعب العراقي يطالب بإسقاط العملية السياسية بكل تفاصيلها ومخرجاتها، وحتى تعديل الدستور ومحاكمة المجرمين ومحاسبتهم عن أموال ودماء الشعب العراقي التي نزفت على مدار السنين الماضية. إذن بعد كل هذا الخراب على مدى كل هذه السنوات، هل من الممكن، يعني هل ما زالت هناك فرصة للمشروع الوطني التي تعد الهيئة أحد بناته ليكون بديلا عن هذا المشروع الطائفي الذي أتى به الاحتلال وحكوماته المتتابعة؟ نعم، الهيئة عملت على بناء مشروع وطني جامع لكل أطياف الشعب العراقي، لأن العراق لا يمكن أن يستقر وأن تقوم له قائمة في ظل العملية السياسية المبنية على المحاصصة الطائفية والعرقية التي أضرت الشعب العراقي. لذلك الآن الفرصة مواتية لبناء مشروع وطني جامع، بل هناك مشاريع وطنية جامعة وتعمل على إنقاذ الشعب العراقي مما هو فيه. فمثلا مشروع الميثاق الوطني العراقي، الهيئة أحد الداعمين والمشاركين في هذا المشروع، جامع وطني غير طائفي يضم جهات وجبهات واسعة من أبناء الشعب العراقي ومواقفه واضحة وأهدافه هادفة إلى إنقاذ العراق من محنته التي وقع فيها. إذن نحن بحاجة ملحة وضرورية للبديل، لأن واقع العملية السياسية الحالية أدى إلى خراب ودمار العراق، وهذا يستلزم المشروع البديل لمخرجات الاحتلال البائسة سواء الدستور أو عمليته السياسية.
مع مسؤوليات الهيئة السياسية والإعلامية الكبيرة، إلا أنها لم تنسى قضية المهجرين والنازحين وأولتها عناية كبيرة بتسيير قوافل إغاثية ودورية لهؤلاء النازحين والمهجرين داخل العراق لمساعدة هذه الشرائح المنكوبة. هل تعتقدون دكتور ثامر أن مهمتكم في هذا المجال الإنساني كافية لتكون يعني بديلا عن الجانب الحكومي الذي أهمل هذا الجانب الإنساني؟ قضية النازحين أخي الكريم هي إحدى النتائج الكارثية للحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال. النازحون في الخيام منذ سنوات، وبسبب الحكومات والميليشيات الطائفية الإجرامية يعانون، مدنهم مدمرة منذ سنوات، الوعود تتوالى بحل مشكلة النازحين وإلى الآن مأساتهم مستمرة، حتى أنهم يحرمون من التعليم الذي هو حق من حقوق البسيطة لأي إنسان في العالم. لكن نحن نتكلم عن أبسط الحقوق الحكومية التي حرمتهم منها هذه الحكومة ميليشيات. الهيئة منذ سنوات تعمل حملات إغاثية وإعانة النازحين مستمرة ولم تتوقف، لأنها تعلم أن هؤلاء الناس هم من أسباب هلاك البلاد أو دفع البلاء عنهم، فبهم يتقبل العمل الصالح. هذا من جانب، وجانب آخر أخلاقي ووطني واجتماعي، أن هؤلاء الناس مظلومون والحكومة ميليشياتها تعاقبهم من دوافع طائفية، لأن كل المهجرين الآن هم من المناطق الغربية والشمالية والوسط، المناطق السنية. أما من جانب أن هذه الجهود كافية، قطعا أخي الكريم هي ليست كافية. نحن نتكلم عن ما يقارب من 2 مليون شخص نازح، هؤلاء يعيشون مأساة ومعاناة كبيرة جدا. الهيئة تقوم بواجبها، أما الواجب فهو على الحكومة وميليشياتها وأحزاب السلطة الذين دمروا هؤلاء الناس وتسببوا بمعاناتهم أن يرجعون لهم الحقوق. ولا مفر لهم أمام محاكمة الشعب العراقي في حال نجحت ثورات الشعب العراقي في إسقاط العملية السياسية وأحزابها الفاسدة. في آخر دقيقة دكتور ثامر، بخصوص ثورة الشعب العراقي، ثورة تشرين، يعني في خطابكم السياسي والإعلامي ثمة تعويل كبير ومساند من الهيئة لهذه الثورة، ما الذي يمكن أن تفعله هذه الثورة مع يعني تغافل المجتمع الدولي عنها ومساندة هذه الحكومات؟ واسمح لي أن أقول أن الشعب العراقي كله يعول على هذه الثورة. نعم. وقد نجحت بخطواتها الأولى واستطاعت أن تسقط حكومة الميليشيات، حكومة عادل عبد المهدي الموالية لإيران بشكل كامل. ثانيا، دعم هيئة سياسية وإعلامية في هذه الثورة هو من جانب وطني وجانب أخلاق، وأيضا من جانب أنها تنادي وتطالب نفس مطالب الهيئة بإسقاط العملية السياسية والبرلمان والحكومة والدستور. ثالثا، وهذا مهم جدا، العملية السياسية بدأت تتهاوى الآن، اقتسامات عاطلة والشاحنات الجارية كلها تطب بصالح الثورة التي أثبتت على مدار الأشهر السبعة السابقة أنها أثبتت كفاءتها بثباتها على المطالب. فهذه ثورة من الضرورة بمكان الدفاع عنها ودعمها حتى تصل إلى أهدافها التي هي مطلب كل عراقي غيور على بلده ويريد أن يرى العراق بمكانته الرائدة التي يستحقها. نعم، من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق دكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لك.